بسم الله، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف على التعطيل، عشان كنا منتظرين فيديو من بعض الشباب اللي عاملين مبادرة جميلة في الداخل السوري، وكذلك كان في مشكلة في التواصل معكم. بنعتذر عن هذا التعطيل العشرين دقيقة تقريبا، حتى الانستغرام مش شغال اليوم، فمعذرة. يعني اليوم بنتكلم على مشكلة كبيرة من مشاكل الشباب في الداخل السوري، مشاكل الشباب في الداخل السوري. حضر المادة العلمية بتاعت هذه المحاضرة الأستاذ مصطفى معاد، وهو من الشباب المتطوعين الذين يعملون في الداخل السوري، وهو يعيش كل هذه المشاكل أو يعيش بعضها أو يتلمس هذه المشاكل بين الشباب عامة. بنشكر الأستاذ مصطفى معاد، وبنشكر الأستاذ أحمد الشيخ شارك في المادة العلمية، وكذلك بنذكر اللي هو الأستاذ علي الشوى في تحضير الإخراج الفني. قبل ما نخش على المحاضرة نفسها، بنتكلم اليوم عن بعض الإحصائيات اللي هترجع لنا الأرقام الحقيقية التي تشير إلى مدى الكارثة السورية اللي حصلة واللي احنا بنشاهدها. وكل الإحصائيات دي جاية من مؤسسات الأمم المتحدة، سواء كان مفوضية عليا للاجئين أو مؤسسة اليونيسف بتاع الطفولة. يعني إن نظرنا إلى أن عدد السكان السوريين حوالي 18.5 مليون نسمة، هنجد أن عدد اللاجئين السوريين اللي هم خارج سوريا، لاجئ معنى كلمة لاجئ اللي هو الذي خرج من الحدود وطنه إلى وطن آخر، في الخارج السوري 5.5 مليون نسمة، يعني 30% من الشعب السوري يعيش خارج سوريا كلاجئين. 30% من الشعب السوري يعيش خارج سوريا من اللاجئين. أما اللاجئين في تركيا فبيساوي 3.6 مليون نسمة، يعني حوالي 19.4 من عدد الإجمالي السكان السوريين اللي عايشين داخل سوريا. يعني تركيا بتحتضن حوالي 19% من عدد السكان الوطن السوري، وأما عدد اللاجئين خارج سوريا هم 30% من أعداد الشعب السوري. عدد النازحين واللاجئين مع بعض اللي خارج وداخل سوريا، النازح اللي هو خرج من مدينة أو من قرية لقرية أخرى، أو من محافظة لمحافظة أخرى، أو من ولاية أخرى إلى آخره. أما اللاجئ اللي هو خرج من حدود الوطن لوطن آخر، فعددهم حوالي 11,112,000، ودول بيساوي 60% من الشعب السوري، إما يعيش ما بين النزوح في الداخل السوري أو لجوء في الخارج السوري. دي إحصائيات ما بتكذبش، بس أنا أريد أن أعرض عليكم مدى مأساة الشعب السوري، لستين في المئة منه يعيش بين النزوح في الداخل أو بين اللجوء في الخارج، والعياذ بالله. ده من اليونيسيف، ودي مؤسسة الطفولة تبع الأمم المتحدة. نرجع الإحصائية اللي عملوها في 2019، نجد أن المحتاجين داخل سوريا عامة كانوا 11.7 من المحتاجين عامة من الشعب السوري، 11.7 مليون نسمة، يعني 63% من الشعب السوري محتاج، سواء كان لاجئ أو نازح أو عامة الشعب نفسه السوري اللي في الداخل. المحتاجين من الأطفال 5 مليون، يعني 27% من إجمالي الشعب السوري. نتكلم عن إحصائيات بأرقام مش إحنا اللي عاملينها، عشان ما حدش يقول إن فلان بيجيب الإحصائيات دي وفلان بيجيب الإحصائيات، لا، بناخدها من المؤسسات الدولية. عدد النازحين في الداخل زي ما إحنا اتكلمنا في قبل كده، 6.2 مليون نسمة، يعني 33% من الشعب السوري في الداخل نازح. وعدد الأطفال النازحين من هذا الرقم 2.6 مليون نسمة، يعني 14% من أطفال سوريا نازحين في الداخل السوري. وعدد الأشخاص اللي عايشين في مناطق صعب الوصول إليها في سوريا أو في أماكن مختلفة هو 1.1 مليون نسمة، يعني حوالي 6% من الشعب السوري يعيش في مناطق يصعب الوصول إليها. 6% يعيش في مناطق أصعب الوصول إليها، و 63% محتاجين، و 27% من الشعب نازح في الداخل،
وكذلك الأطفال النازحين بيساوي 14%، 14 10 14 10%. أما عدد الأطفال في المناطق اللي هي صعب الوصول ليها، صعب الوصول ليها، هي حوالي 360 ألف نسمة من 1.1 مليون نسمة، يعني حوالي 32% من السكان اللي عايشين في مناطق صعب الوصول ليها بيساوي 32% منهم 360 ألف. نجد هنا التقرير ده طلع في جريدة الشرق الأوسط في شهر يونيو في 2018، بيقول إن تلت الأطفال السوريين محرومين من التعليم. 2.8 مليون طفل يعني لا يذهبون للمدارس، لا يذهبون للمدارس على الإطلاق، يعني جهلة. ده كان من سنتين التقرير ده، وده بناء على إحصائيات اليونيسيف اللي عرضتها جريدة الشرق الأوسط منذ عامين. دي المشكلة، يعني احنا بس عرضنا المشكله الكبيره، الاعداد الرهيبه اللي الشعب السوري بيعاني منها، اما كان نازح او لاجئ، اما كان طفل او رجل او امراه الى اخره. ودي ارقام لا نكذب ولا وش ارقامنا احنا، دي ارقام المفوضيه العليا للاجئين، وارقام اللي هم اسست اليونيسيف اللي تبع الامم المتحده للطفوله. ندخل في الموضوع بتاعنا اللي حضره لنا الأستاذ مصطفى معاد، وهو الشباب. الشباب هم في كل مجتمع، هم أهم استثمار لأي مجتمع في العالم يكون في الموارد البشرية، وخاصة الشباب. الشباب زي ما قال مصطفى معاد، قال يعتبر الشباب رجال الغد وبنات المستقبل، وتقوم على أساسهم تربية الأجيال الناشئة. هذه أفكار نعرفها تماما، لكن لا نستثمر فيهم. يعتبر الشباب تعبير واضح عن ايه؟ لاراده التغيير. يعني لو احنا اهتمينا بالشباب يبقى احنا عايزين نغير، لو اهتمينا بالشباب يبقى احنا عايزين نغير في المجتمع. فالشباب ليه افكار جديده اكثر من غيره، لان دايما سريع الحركه. يعتمد صلاح اي مجتمع زي ما قال مصطفى على صلاح الشباب، وفساد اي مجتمع على فساد الشباب زي ما قال. ويتمتع الشباب بالحماس والحيويه والفكر والحركه، وده بيمثل طاقة جبارة كبيرة نحو تقدم المجتمع إلى الأمام. ويمتلك الشباب روح المبادرة والمنافسة في الابتكار وفي الإبداع. دي خصائص الشباب اللي ليس لهم عمر سني، يعني مثلا واحد في 70 سنة أو في 80 سنة أو في 90 سنة قد يكون روحه وطاقته وحيويته أكثر من شاب في 20 أو 25 سنة. الشباب أيضا بيتميزوا بالفضول، يعني يحبوا يبصوا لحاجات كده مختلفة حواليهم، ويبتدوا هم يعملوا ايه، يبتدوا يعني يجربوها، عايز يجربوا كل حاجه، يجربوا كل حاجه. حتى الكبار يعني في بعض الاحيان بيختلفوا معاهم شويه، لكن بيحبوا الايه، الفضول وحب الاستدعاء، وليهم حديه، يعني حديه في التفكير العقلي بتاعهم. والشباب بتتبتع بدرجه عاليه جدا من الديناميكيه والحيويه والمرونة المتسمة بالاندفاع والطاقة والإبداع. كل هذه الأشياء موجودة فينا احنا كشباب، كلنا احنا كشباب عنده 70 أو عنده 80 أو عنده 20 أو عنده 15 أو عنده 30 أو عنده 40 إلى آخر أو عندها. واعتبر الشباب هم منبع العطاء الدائم بما يمتلكونه من طاقة وقوة وعزيمة. واعتبر الشباب قوة اجتماعية هامة بصفته قطاعا اجتماعيا رئيسا في المجتمع، وكسب هذا القطاع من قبل صانع التغيير، يعني كسب معركة التغيير. يعني لو احنا استطعنا اننا نكسب الشباب ونجعلهم هم الثروة الاولى التي نستثمر فيها، سنستطيع ان نقوم بعملية التغيير. والشباب هم قوة اقتصادية ايضا، فهم العمال وهم الفلاحين وهم المزارعين وهم التجار وهم وقود المستقبل ايضا كما قال مصطفى معاذ. ايه بقى المشاكل اللي بنتكلم احنا الموضوع بتاعنا النهارده؟ احنا الموضوع بتاعنا اتكلمنا في اول على المشكله الكبيره للشعب السوري في النزوح الداخلي، اكثر من 6 مليون نسمه، والخارجي اكثر من 5.5 مليون نسمه، يعني بنتكلم عن حوالي 11 او 12 مليون نسمه بايه من الشعب السوري ما بين النزوح او ما بين اللجوء. اول شيء في المشاكل اللي بتواجه الشاب او الشابه في الداخل السوري الفراغ. ما بتعملش حاجه. وأخطر أخطر 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 قضية تأتي على شاب أو شابة أنها قاعدة كده لا تفعل شيء، فبيدور المخ في أشياء كثيرة
قد تكون أشياء يعني كريمة أو أشياء غير كريمة. تاني حاجة الفقر، الاقتصاد في الداخل السوري ما بيتحركش. ليه؟ لأن ما فيش أمن، لأن في كل يوم والتاني طائرات بتقصف، مدافع، صواريخ إلى آخره، فالسوق المحلي مش قادر يقف على رجليه حتى علشان يكفي حاجيات المجتمع الداخل اللي هو ممكن يكون قادر على الإنتاج. لكن مع عدم وجود أمن، وجود اللي هو المواجهات العسكرية الدامية كل يوم والتاني، بيستمر الفقر، لأن مش هنقدر نحرك الاقتصاد في مثل هذه الظروف. الشباب بدأ يفقد الثقة بنفسه، فقدان الثقة، لأن قاعد، طب أنا أعمل إيه؟ أنا شايف كل الدنيا كلها ضلمة قدامي، سودة قدامي، قاتمة قدامي. فبدأ يحس إن هو بالرغم إن هو يكون حاول مرة أو اتنين، أو حاولت مرة أو اتنين أو ثلاثة، خلاص يعني بيحبطوا، بينزووا، بيبتدوا يصابوا بالأمراض النفسية. لأن ما فيش وعي مجتمعي، ودي النقطة دي مهمة جدا نتكلم فيها، الجمعيات الشغالة في الداخل أو الجمعيات الدولية الشغالة مع الداخل. الجمعيات دي يا شباب أنا أتمنى وأمون عليها، وأتمنى إنها تعمل شيء واحد بس، تضع في ميزانيتها ميزانية لرفع الوعي، ميزانية للتأهيل، ميزانية للأبحاث إلى آخره. العملية مش عملية أكل وشرب ونوم ولبس وإلى آخره، لا، هذا جزء، هذا يمثل الجوارح بتاع الجسد. أما تنمية الجسد عقليا فلابد أن تأتي برفع الوعي المجتمعي، علشان نحدد لكل شاب هدف من أهدافه لو عايز يحقق في المجتمع هو موجود في داخل المجتمع. ده بيؤدي إلى ضياع الهوية، اللي خرج من القرية دي ونزح لقرية أخرى، أو خرج من مدينته ونزح لمدينة أخرى، أو خرج من محافظة ونزح لمحافظة أخرى، هو مش عارف مستقبله هيكون إيه، مش عارف الوطن السوري بعد كده هيكون وطن واحد أو أوطان مختلفة، مش عارف حتى اللي موجودين في تركيا واللي في الخارج السوري يعني إيه مستقبلهم. فأصبح الناس يعني كانت تمثل مجتمع داخل وطن، داخل منظومة كبيرة نتكلم عنها، وأصبح دلوقتي الشباب دول فقدوا هويتهم لأنهم خرجوا من مجتمعهم ودخلوا في تكتلات في الأماكن المختلفة اللي بدأوا يعيشوا فيها. شرايح ضياع الهوية احنا اتكلمنا عنها، نمرة 6 اللي هي البطالة، يعني وده شيء طبيعي جدا نجده في مناطق النزوح ومناطق اللجوء حتى مناطق الدول الفقيرة، ارتفاع عدد نسب البطالة في الداخل. ليه؟ لأن يعني حتى الاقتصاد المحلي الرسمي أو الغير رسمي للمخيمات مش بيتحرك. ليه؟ لأن في عدم استقرار أمني لمثل هذه المجتمعات. التعليم زي ما احنا اتكلمنا ان 2.8 من مليون من الأطفال السوريين ما دخلوش المدارس، ده حسب الأرقام والإحصائيات بتاعت اليونيسيف. يعني معناه الطفل اللي خرج هو عنده 10 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين أو 5 سنين، 2011 2012 أصبح دلوقتي فتاة أو فتى عندهم 20 سنة أو 18 سنة أو 19، ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. لما احنا بنشوف في كل الأفلام اللي احنا بنشوفها والأسف والفيديوهات والرسائل اللي بتجينا، فلذلك التعليم دلوقتي أصبح عبء كبير جدا. ونتمنى منكم أيتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية الداخلية والخارجية أنكم تهتموا بالتعليم غير التقليدي، التعليم غير التقليدي، التعليم غير التقليدي، اللي هو يعني يحول الشاب والشابة من فتاة ما عندهاش قدرات تكتشفها إلى فتاة وفتى يستطيعوا يكونوا قادرين على الكسب. أصبح في فجوة كبيرة جدا وعميقة بين الأجيال المختلفة، بين الجيل الأجداد والآباء والأمهات، وكذلك الأبناء والأحفاد. ليه؟ لأن الأجداد والآباء والأمهات خرجوا بقيم وعادات وتقاليد في مجتمع راسخ مستقر محافظ، خرجوا إلى شتات مجتمعي. يعني الأماكن اللي احنا عايشين فيها في مناطق النزوح داخل السوري دي تعتبر شتات مجتمعي، يعني كتل بشرية خرجت من أماكن مختلفة لتعيش من جديد، لتكون مجتمع من جديد. فهم بالرغم أنهم يتكلموا اللغة العربية إلا أن ثقافتهم وقيمهم اختلفت بعد خروجهم من مجتمع مستقر
وراسخ في الداخل السوري، فأصبح في فجوة عميقة بين الأجيال، عميقة جدا وواسعة، عميقة وواسعة كذلك. الإحباط واليأس طبعا بتكون دي نتيجة يعني حتمية لكل هذه المشاكل، لكل هذه المشاكل. يعني هم زي كانوا ماشيين كده في نفق، والنفق ده مظلم وملوش نهاية، ملوش نهاية. طبعا تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي بتكون خصبة، كلما تفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كلما ازدادت الايه العنف وجرائم العنف، العنف ضد الزوجة، العنف ضد الزوج، العنف ضد الأطفال، العنف ضد الجيران، اللي بيتحول بعد كده إلى تطرف، ويتحول بعد كده إلى إرهاب والعياذ بالله. الشرايح، الشرايح حاليا لو احنا دخلنا اي مخيم من المخيمات، سواء كان مخيم لاجئين او مخيم نازحين، وعددنا المشاكل النفسيه اللي بتصيب الاطفال والشباب والشابات والاباء والامهات الى اخره، هنجد انها لا حصر لها ولا قوه. اللي احنا بنسميه حاجه اسمها جديده جدا، اسمها سايكو سوشيال سبورت، اللي هو الدعم النفسي. الدعم النفسي برضك عند كتير جدا من المؤسسات، اللي مؤسساتنا احنا مش موجود، دي ميزانيه. يعني انا قلت التدريب، قلت التأهيل، قلت الأبحاث، قلت الدعم النفسي. أصبح حاليا دور كبير جدا للأطباء النفسانيين المسلمين العرب أنهم يكون لهم دور حقيقي في إعادة صياغة شخصية النازح في الداخل السوري أو أي نازح في أي مكان في العالم. هذا بيؤدي ما بعد ازدياد المشاكل النفسية، ضياع وتخبط في الأفكار. الشباب دلوقتي بعد الربيع العربي اللي حدث، والناس كانت عندها أمل يحصل فيه تحول ديمقراطي، التحول الديمقراطي أصبح الاسلام مسلح عسكري ما بين أماكن، ما بين جهات مختلفة. أصبح في هذه الفترة العشر سنوات الشباب وجدوا أن كتير جدا مما يدعوا أنفسهم أنهم دعاة أو علماء أو فقهاء أو سياسيين أو تنويريين أو مفكرين أو إلى آخره، سقط عنهم ورق التوت، وأصبحوا لا قيمة لهم ولا قدر لهم، فأصبحوا مش عارفين ياخدوا المعلومة منين، خاصة إن اتصالهم بالمؤسسة الأكاديمية سواء كانت الجامعة أو المعاهد أو المدارس منقطع منقطع منقطع. فأصبح الشباب دلوقتي في ضياع وتخبط لسقوط ورق التوت عن كل هذه الشخصيات من جهة، وعدم وجود المؤسسة الأكاديمية التعليمية التي ترعى الشباب في مثل هذه الأحوال. أصبح دلوقتي من 14 ادفع تكلفة الزواج، بالله عليكم يعني أنا عايز أتجوز وأنا عندي 22 سنة أو 23 سنة أو 24 سنة، ما عنديش فلوس، وأنا بحب خطيبتي وهذا خطيبتي بتحبني، الأب يقول لك لا عايز مهر مش عارف كذا، وعايز شبكة. مهر إيه وشبكة إيه يا أبو مهر؟ مهر إيه وشبكة إيه يا أبو مهر؟ إيه المصيبة اللي إحنا عايشين فيها دي؟ ستر البنات أولى من كسب الأموال. يعني الدين بتاعنا حث على عدم الغلو في دفع المهور في الزواج، علشان يعني تبارك الزيج. يعني مثلا انا متخيل او اتذكر قصه زواج ابنه الامام سعيد ابن المسيب، احد تلامذته دخل، كان غاب عن الدرس بتاعه يومين ثلاثه او اربعه، ولما جه كان جه مكتئب كده وزعلان، فس الإمام سعيد بن المسيب سأله قال له مالك؟ قال له زوجتي توفت. قال له خلاص، رحمة الله عليه، وخلاص مشي. بعدها بساعتين لما الشاب روح على بيته، بقى وبتاع ده، حد بيخبط على الباب كده بص. فالشاب قال مين؟ قال أنا سعيد. قال له سعيد مين؟ قال له سعيد بن المسيب. لا الإمام سعيد بن المسيب. قال آه. فدخل، مين اللي كانت معاه؟ بنته. قال له هذه زوجتك، لا تبيت اليوم عازبا او اعزبا. طبعا الراجل في البيت لا عنده اكل ولا عنده شرب ولا عنده حتى بطاطين او الى اخره. فدخلت البنت، فطلع على السطح، دي قصه حقيقيه، قصه حقيقيه لعالم 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 في دوله كانت قويه كمان. فطلع ينادي على الجيران وعلى الاهل والكذا وكذا وكذا، يجوا، فكون نساء الجيران الحقوني الحقوني انا عايز ايه هتجوز.
فامه خرجته من البيت الشاب ده وقالت له ما تجيش الاربع ثلاث ايام، احنا هنضبط لك البيت وهنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. رجع بعد كده هو وتزوج ودخل على زوجته. لا سعيد بن المسيب طلب 1000 دولار، محدش فينا سعيد بن المسيب ولا طلب مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الخيبه اللي احنا فيها دي، اصبح حلم الشباب دلوقتي الهجره للخارج. خلاص حتى لو هموت، في البحر وانا بقى بطلع من سوريا على تركيا، او من سوريا او من تركيا على اليونان، او من سوريا على العراق، ومن العراق على كذا، زي ما شفنا في بعض الايه الشاحنات اللي كان فيها عشرات النساء والاطفال اللي كانوا موجودين محبوسين فيها، كانوا جايين من سوريا على العراق ومسكوهم في الحدود العراقيه. فطبعا اما كن امراه وبناتها الثلاثه او الاربعه خارجه بيهم، حسوا بقى يا عالم اللي في الدنيا خارجه بيهم وممكن يموتوا، والاولاد خرجوا فعلا من الشاحنه يكاد يكونوا ان هم يعني هيموتوا من الخنقه اللي هم كانوا فيها، لانهم حاسين انهم موتى في الداخل السوري، فارادوا ان يكون ده ليهم امل عشان يخرجوا يروحوا الى اماكن اخرى يعيشوا فيها. الشاب دلوقتي اصبح والشابه بيعيش في خيال، قاعدين في اوضه كده ظلمه وبنفكر هنعمل، لكن ما فيش امكانيات. فاحنا عايزين الجمعيات تفوق بقى، عايزين الجمعيات تفوق وتنزل لواقع حال الشاب والشابة ويعيشوا معاه في أحلامه وآماله وينموا له قدراته. يعني احنا بطلنا أكل وشرب بقى خلاص، يعني خلاص كفاية 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 كفاية، يعني نخرج من الخن بتاع ايه أكل شرب نايم. أيوة محدش ما عنديش مشكلة، بس في نفس الوقت تدرب أهل فاهم، يعني مكن هؤلاء الشباب انهم يعملوا شيء، يعني اديهم القدره على العمل، اديهم الامل في هذا العمل الى اخره. اصبح بعض الشباب ده دخلوا في التدخين، والتدخين بيجر المخدرات والمخدرات بتجر اشياء ثانيه، ودخلوا في بعضهم منهم على طريق السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي الى الاماكن الاباحيه الى اخره. فراغ فراغ، ما فيش امل، في احباط وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في كل يوم في قتل ونهب وسرقه الى اخره. حتى استقلاليه الاسره في العيش في النزوح في الداخل، ما بقناش احنا زي ما كنا عايشين في بيوتنا زمان او في شققنا زمان، ان كل بيت ليه حرمه وكل غرفه ليها حرمه وكل حرمه ليها ثقافه وكل ثقافه ليها قيمه وكل ثقافة وقيمة وحرمة وعادة وتقاليد ليها عقيدة كذلك. دلوقتي في المجتمعات النازح لا تعرف مين اللي جنبك، ولو انت نايم في الخيمة او في غرفة انت واولادك، مين اللي بيبص عليك من الباب او من الشباك الى اخره. فاصبح ده بي 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 بيكون جزء وعبء اخر من المشاكل النفسية الخاصة بتصاب بها مين؟ البنات والنساء اكثر من الشباب نفسه. الصورة العامة للشباب السوري لأنه نازح أو لاجئ، مش بس الشباب السوري النازح، أي نازح في العالم وأي لاجئ في العالم ننظر إليه بنظرة الذراء. هو ماله؟ هو ذنبه إيه؟ يعني البنت اللي خرجت لاجئة دي ذنبها إيه؟ ما كانت عايشة مستقرة، ما كانتش عايزة تيجي بلدك ولا تخش عندك ولا تتذل، كانت عايشة فقيرة محترمة معززة مكرمة في بيتها، نيجي إحنا كمان ننزل لها عشان هي لاجئة؟ نيجي ننزل لها عشان أصبحت نازحة في داخل الوطن؟ وحتى الصورة دي كمان يا شباب بتروح لمين؟ بتروح حتى للفقراء والمساكين اللي في مجتمعاتنا في دول مستقرة، بننظر إليهم نظرة دونية، نظرة اسمها إيه؟ الناس دول بيئة، الناس دول ما عندهمش كذا، الناس دول عشوائيين، أنهم عايشين في عشوائية. إيه القرف ده؟ التخلف اللي إحنا وصلنا له ده، يعني تشويه صورة الشباب، تشويه صورة الشابات، يقول لك دي أصلها دي فتاة مهاجرة، يبقى ممكن سهلة، سهلة إيه يا أبو سهلة؟ لعنة الله على من ارتكب الفاحشة مع مثل هؤلاء المستضعفات، وأنا عندنا تجارب سمعناها، في هذا المجال، وهنعمل عليها محاضرة بس مش أنا هتكلم فيها، هتكلم فيها بعض الأخوات السوريات اللي هم كان عندهم تجربة أليمة في علاج مثل هذه الأمور اللي هي الدعارة والبغاء. إيه هو الحل بقى؟ اتكلمنا كتير جدا في المشاكل، وده عادتنا احنا دايما نتكلم في المشاكل. لان حل، انا عملت صوره كده بسرعه الصبحيه وانا قاعد لان انا على سفر ان شاء الله، ومفيش اي حل
لأي مشكلة إلا أن تضع له خريطة. خريطة طريق. الخريطة فيها بنحدد المشاكل، ثم نحدد البرامج، ثم نحدد المسارات. زي ما احنا شايفين كده، هو ادي الهيكل اللي قدامكم ده عامل زي القصر او زي الهرم او اي حاجه. فوق الهدف اللي هو احنا بنحاول نعالج الشباب اللي هو فوق خالص ده كده. العواميد دي كلها هي المسارات اللي هتمشي فيها البرامج اللي هتكون صالحه لكل مسار، لكي كل مسار يعالج مشكله من المشاكل. يعني انا عندي البرامج فوق موجوده، عرفت ان الشباب عندهم 15 20 30 50 100 مشكله، 200 مشكله. احنا لو قعدنا مع الشباب في اماكن مختلفه في الداخل السوري هنلاقي ان المشاكل مش بس ال 17 او 18 اللي جاوبناها مصطفى معاد واحمد الشيخ، لا، في اكتر من كده بكتير، اكتر من كده بكتير، اكتر من كده واعمق من كده بكتير. فاحنا هنحول المشاكل دي الى حل مجتمعي من خلال برنامج. مين اللي هيقوم بدي؟ الجمعيات والاهالي والمجتمع الدولي. لابد ان نجبره ان يكون معانا في مثل هذه الامور. فالمسارات دي كل مسار هيمشي فيه برنامج، علشان في الاخر الجمعيات المحليه اللي هي عامله التماسك المجتمعي من تحت ده، شايفين القاعده اللي تحت دي المربعات اللي فيها خطوط متقاطعه دي، ده التماسك المجتمعي من خلال من؟ من خلال المبادرات والجمعيات المحلية اللي بتتوافق مع المؤسسات الدولية التي تتعامل معها. يبقى لابد أن نستقرئ خريطة المشاكل وخريطة الحلول. مفيش حد أبدا يعمل حلول من غير ما يعرف المشاكل إيه، أو من غير ما يحط لها برامج في مسارات مختلفة إلى آخره. دي أول نقطة. ده دور مين؟ دور الجمعيات، سواء كانت محلية أو دولية. نركز على الدراسات. زي ما انا قلت، كتير جدا من جمعياتنا ارجوكم واتوسل اليكم واقبل اياديكم، والله لو استطعت ان انا اعمل حاجه اكتر من كده اعمل. اصرفوا فلوس على البحث، اصرفوا فلوس على الابحاث. قتلتونا بالاكل والشرب. كان في مؤتمرات احسن منها، مؤتمرات شد السفون. جمعنا مليون وجبه و10 مليون وجبه نشيل اليوم وجبه. وبعدين انا ما عنديش مشكله اجمع ملايين او الترونات وجبات، لكن عندي مشكله ان انا ما اجمعش العقول من خلال بناء اللي هي البرامج بعد عمل الابحاث الاجتماعيه. الخبره العلميه والعمليه، انا شخصيا لو اتكلمت عن نفسي وخبرتي في العمل الميداني، انا قديم بيه لكل بلد تعلمت فيها، واولهم السودان وبنجلاديش. أنا كنت لا شيء قبل عام 1984، وليس لي أي علاقة بأي عمل إنساني أو اجتماعي أو وكنت دمي تقيل كده ولزج ورزل ويعني يعني أهتم بالشياكة والحاجات دي كلها، ودكتور صغير، كل ده زبالة. اللي علمني النازح واللاجئ والمريض والأرملة والمسكين، سواء كان في بدايتهم في فيضانات السودان، في اللي في اريتريا في 83 اللي جت من اريتريا للسودان في شرق السودان، او بعد كده هو في بنجلاديش الى اخره. كل هذه والبوسنه وحرب البوسنه وكل هذه الاشياء اتعلمنا فيها اشياء كثيره جدا 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 جدا. فلا بد انا لما اتعلمت اعلم اورث هذه الخبره. الخبره مش قطاع خاص، الخبرة قطاع مجتمعي، لأن من علمك هذه المهارات هو الفقير. هو الفقير. الجماعة اللي قاعدين في غازي عنتاب، والجماعة اللي قاعدين في كيلس، والجماعة اللي قاعدين في أنطاكيا، والجماعة اللي قاعدين في اسمها ايه دي يا رب، العاصمة بتاع تركيا، اسطنبول، مش ده المكان، جوه المكان كفايه. واللي جاي ياخد لي صوره في غرفه وغرفه ومش عارف، مش ده المكان، مكان جوه جوه جوه. رفع المسامع، التأهيل المهني برضك نفس المشكله. مفيش تدريب. بنعمل التدريب كصوره، زي كده عبد الحليم حافظ كان بيغني زمان،
صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. لابد الجمعيات دي كلها بلا استثناء تحط الشباب كأولوية أو يعني محورية في كل البرامج الإيه الإنسانية بتاعتها أو التنموية بتاعتها أو التأهيلية بتاعتها إلى آخره. الشرايح هيقول لي ازاي تعمل منظمات تطوع في الداخل. في بعض الشباب بيشتغلوا في الداخل خلاص، وفي بعضهم ما بيشتغلش. اللي بيشتغل يعلم اللي ما بيشتغلش ازاي تتطوع. زي الجمعيه من الجمعيات اللي ليها مكاتب في الداخل تعمل ميزانيه لتدريب الشباب اللي هم غير عشان تأهلهم متطوعين، بعدهم شهر شهرين ثلاثه اربعه تعلموا ابجديات، ازاي يعمل حسابات، ازاي يعمل مراجعات، ازاي ينزل ويوزع، كل الحاجات البسيطه دي جدا 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 هتساعد الشباب على اكتساب المهارات. اللي عنده مشروع صغير نشجعه، يبقى في ميزانيه كده في داخل ميزانيه الجمعيه انها للمشاريع الصغيره. ولنفرض ان انا عندي 10 مليون او 5 مليون او اخر، اطلع منهم نسبه معينه دي للمشاريع الصغيره. انا كل سنه حدي المشاريع الصغيرة دي مثلا 5% أو 10% من الميزانية بتاعتنا. يبقى في الإدارة للمشاريع الصغيرة كذلك. عمل منتديات، يعني دلوقتي أصبح الزوم زي ما أنا بتكلم دلوقتي أو أي شيء تاني بيخلي إن أنا أعمل منتدى مع الشباب، يعني إن أنا إما منتديات في الداخل بيننا وبعضنا في مكان معين أو عن طريق الزوم إن أنا أجمع الشباب معايا عشان أبتدي إن أنا أتكلم معاهم وأنتقل لهم الخبرات بتاعتي. التواصل الاجتماعي ايجابيا طبعا. احنا هتكلم انا عن الموضوع ده في مبادره جميله اتعملت، وكان في نداء في فيلم من الافلام لشاب اسمه حسين اللي هو كان بيكتسب في اليوم 3 ليرات، وامه الله يمسيها بالخير تكتسب 3 ليرات عشان كان بيبيع النايلون. النايلون اللي هو البلاستيك يعني، واخد بالك. وفي احد مبادرات شبيه ساعدوا المبادرات، اعملوا عندكم يا جمعيات المؤسسات الدولية المؤطرة من الأمم المتحدة وغيرها لا تهتم بهذا الأمر، لا تهتم بهذا الأمر. أغلبها صرف أموالهم على الهيماتير ريسبونس اللي هو الإغاثة العاجلة. أنا عايز الناس اللي مهتمين بالقضية السورية أو أي قضية في العالم يحولوا الشاب من جهة مستجدية عاطلة معطلة معطلة إلى جهة نافعة مفعلة منتجة موجهة. هنتكلم عن المبادرة دي بعد كده. هو عايزين نعمل أسواق محلية في الداخل. الجمعيات تمشي، حطت أرض يا عم، اعملوا أي شيء اللي انتوا بتسموه عندكم في تركيا بازار، أرض وشادر او غطا كده، والناس تيجي تبيع كل اسبوع كل يوم كل يومين. قد يكون راس مال الاسره في الداخل ما زادش عن 100 دولار او 200 دولار، يحرك ال 100 دولار او 200 دولار دول كل يوم وكل يومين وثلاثه، يمكن في اخر اسبوع طلع 200 300 دولار ثانيين. حركه الراس المال البسيط بتضاعف عجله انتاج المجتمع ليه، لانها بتحرك من الف الى ب الى ج. فلو كان رأس المال في منطقة معينة بيساوي قدرة ما عند النازح في الداخل من الشراء، إنه مثلا ممكن يكون مثلا عندنا قول مثلا 500 أسرة، كل أسرة عندها قدرة 100 دولار. لو احنا طلعنا ال 500 أسرة دول في ال 100 دولار، يبقى احنا بنتكلم في 50,000 دولار. لو ال 50,000 دولار اتحركوا في سوق شعبي لمدة أسبوع وأسبوعين، هتلاقي دورة ال 50,000 دولار ممكن تدور دورتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. يعني لو دورتين هيبقوا 100,000، لو ثلاث دورات هيبقوا 150,000، لو إلى 200,000. الدورات دي لما بتروح إيه، بتخلق فرص عمل أخرى للعمال اللي بيعملوا الشاي، اللي بيعملوا القهوة، اللي بيعملوا مواصلات. هتلاقي كل دول من ال 50,000 دولار اللي دارت دوره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه استطاعت انها تعمل 200 و300 و400 الف دولار. لان ايه؟ ماني جوز اراوند، ماني جوز. انا مش بتاع اقتصاد، لكن مصيبتي ان الامر اسهل مما نتمكن، مما نتخيل، مما نتخيل ونحن نعقد الامور.
الو، الاستثمار في المشاريع النوعية الزراعية كذلك. لأنها المشاريع الزراعية مشاريع سهلة الإدارة وسهل العمل فيها، إنشاء السحاترة دي. أنا بقول السحاترة دي ليه؟ لتكون جزء من الـ البرنامج بتاع الجمعيات، لأن دي جزء من محاربة الفراغ، ومحاربة الفراغ اللي عند الشباب كلها، محاربة الإحباط وقتل الفراغ اللي موجود عندنا. إنشاء مكتبات ومقرآت يستطيع الشباب استغلال أوقاته فيها بطريقة أكثر إيجابية، رعاية فرق ومبادرات شعبية زي ما أنا بتكلم عندكم من قبل. يبقى كل هذه الأشياء اللي بتختم بالفرق اللي هي المبادرات الشعبية، اللي إحنا هنعرض أحد المبادرات اللي أنا اطلعت عليها أمس في القصة بتاعت حسين، واللي هو كان بيشتغل كل يوم 3 ليرات، وأمه اللي هي كانت معاه في بعض يعني حتى المحسن طلع من الداخل السوري، طلع من الحي، يعني معناه ان الناس في الداخل السوري عندها قدرة على العطاء. يا الشعب عنده امكانيات فكرية، امكانيات ثقافية، امكانيات اجتماعية، امكانيات مادية، يعني اخلاقية. مش ممكن احنا نسيب 6 مليون نسمة نحولهم لمستجدين، لعالات زي ما بنسموها، او العياذ بالله بيقول لك ايه، بارازايتس، يعني اللي هو طفيليين. اخص علينا جميعا، مش عايزين ناكل، عايزين نحافظ على كرامتنا، نحافظ على اخلاقنا، نحافظ على مستقبل اولادنا. مش فقط ان انا تحولني الى كائن بيولوجي زي الحمار وزي الجاموسه وتاكل واشرب ونام بس، لا، انا عندي مخ. انا من كرمني الله سبحانه وتعالى بالقدره على التفكير والابداع والعمل وقياده المجتمعات، فانا اريد من مالي الذي هو بين يديك كمؤسسه وكجمعيه ان اكون قادرا على الكسب والعطاء، وان اكون في يوم من الايام قادرا على تحويل مجتمعي من مجتمع فقير إلى مجتمع غني ومنتج. أعتقد دلوقتي في فيديو هنشوفه. عندك الفيديو يا علي؟ علي؟ عندك الفيديو؟ علي، الو، مشكلة الإنترنت النهاردة تعبتنا جدا. في نفس الوقت علي، الو، الو، تفضل.
أنا مش راضي تقلب الشريحة. والله ما أنا عارف يا ابني. والعلب الصغيرة وانت تاخذن عمي بعد ما تتمم. خلاص شايفه؟ 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 الصبح والعصر انا ما عم بيشتغل عندي. هات 3 ليرات ايش بتساوي فيهم؟ والثاني حيجيبه امتى؟ زيادة خبز نجيب كلمة دراجة لخيارين. ثلاث اشهر ما شفنا البطاطا والغاز. ليش؟ غالي غالي البطاطا. هلا ثلاث ليرات. طب خليت مع امك وابوك انت واختك الصغيره بس؟ ايه يعني انت اليوم انت اللي عم تصرف على البيت مو؟ اختك صغيره. ما صغيره كبيره. الله يسلمك. ما عندنا رزقها. ايش بتشتغل امك؟ طب رزقها. كمان مثلك مو؟ ايه. أكيد بدك توزعنا وأنت ما عندك حبوب. والله العظيم والله درست. يا الله العظيم السنتين كنت أعرف أقرأ أنا هلا ما عرفت ولا كلمة. طبعا احنا بنعتذر على ان الكهرباء عند الشباب في تركيا وفي الداخل انقطعت، فمش عارفين حتى الفيديو انتوا هتشوفوه ازاي يعني. دي المشاكل اللي احنا بنواجهها في العمل، كهرباء تتقطع، انترنت يبوظ، واي فاي يكون ضعيف. هل ال يعني الثلاث ليرات هذول شغلوا كل النهار ما؟ ايه انا بتمنى تجيب ثلاجه تبعت اطفال تحط كيس بس دورت كثير ما حد عم يبيعها مشان تجيب تشيل علي هذول؟ ايه قلت لي الصبح عبيت سيعجي لي ثلاث اطباق كل الملاعب فرجيني فرجيني هذا من الكيس ما؟ انت منين عم نحكي؟ أنا كمان نازل أحمد لك. ده الفيديو الأول، كان في فيديو تاني نجيبه إزاي يا أخ مصطفى؟ أجي عم تساوي. ده الفيديو التاني هنعرضه برضك بعد الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبادرة من المبادرات. ما استجابوا للنداء بتاعه. مساعدة الطفل حسين مع أهله طبعا بعد إلحاح المتبرعين من الليل بيجيبونا لعند حسين لكن بس ما راح يطلع الصبح إن شاء الله مباشرة راح أكون عند حسين بإذن الله عز وجل. نحن حاليا رجع عند حسين مع أهله طبعا تم كفالتهم شهريا بمبلغ 200 دولار بالإضافة راح يتم بناء غرفتين مع مطبخ مع حمام تكون ملك لهم إن شاء الله وتعالى. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. تفضل يا عم إذا حاب تحكي شيء. أنا أول من كفلني سراج العلي ببناء الغرفتين والسكن وجزاكم الله أول الناس بيوصل لعندي وكفالي 200 دولار شهريا. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم يا رب. حسين بدك توصل شيء؟ كلنا نسلم عليك يا حسين. الله يحفظكم ويبارك فيكم. توصل شيء؟ هاي حسين مبسوط الحمد لله وإن شاء الله راح يرجع على المدرسة. إن شاء الله يروح على المدرسة هو وأخواته
الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. دي حالة في فريق اسمه فريق الاستجابة الطارئة، اللي هو استجاب للحالة بتاعت حسين اللي كان بيكسب كل يوم 3 ليرات، هو 3 ليرات وأمه 3 ليرات تركية، وجي واحد شاب سوري من الداخل اسمه سراج العلي تكفل بكفالة شهرية 200 دولار للأسرة وبنى لهم غرفتين. يعني في فلوس لو في ثقة في مبادرات الشباب. فنشكر فريق الاستجابة الطارئة، وفي فرق كثيرة زي الاستجابة الطارئة في الداخل السوري. جزاكم الله خير، وانا نعتذر لكم عن التأخر في الاول للاعطاء الفنية، وكذلك كان في فيلم اخر كنت عايز اعرضه عليكم وللاسف لم يعرض، وحاليا الان مع الشباب اللي موجودين في انطاكيا في تركيا قطعت الكهرباء عندهم فما عرفناش نكمل العرض معكم. جزاكم الله خير. وده دي المشاكل اللي احنا بنواجهها كعمال إغاثة في أي مكان في العالم. مفيش كهرباء، مفيش مية، مفيش أكل، مفيش مواصلات، مفيش 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 وكل حاجة مفيش. أيوة مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه ايه الاخبار عندك يا ابني؟ هو دكتور انت قفلت الزوم بس؟ لا لسه ما قفلتش حاجه. ممكن تقفل اللابتوب كامل يا دكتور، ممكن تنزل الشاشه على الكيبورد مش مشكله، يعني اقفل اللابتوب دكتور عادي. ايه الاستجابه عندك انت بس انا عايز اعرف. هو دكتور مش عارف احكي لك الوضع بشكل عام قصدك؟ طبعا. دكتور طيب بالنسبه للانستغرام زي ما تعرف دكتور ما عندنا نسوي لايف ستريم، بالنسبه للزوم كان تقريبا عندنا 4 أشخاص ولا 5 أشخاص كانوا حاضرين معنا. أما بالنسبة للفيسبوك الصفحة الصغيرة والصفحة الكبيرة فكان المتوسط بينهم دكتور 20 شخص، يعني تقريبا الصفحة الصغيرة والصفحة الكبيرة برضه، فكان في